النهاية بكل بساطة هو إيش راح يصير به هنا؟ راح تنزع CO2 بواسطة البيروفيت ديهايدروجينيز وراح يرتبط بالهيدروكسي أثل. أوكي العفو مو يرتبط، راح يتحول إلى هيدروكسي أثل، وهذا الهيدروكسي أثل يرتبط بالB1. زين الداي هيدروبويل قلت لكم يصير تفاعلين، نزع CO2 التفاعل الثاني الأكسدة، هذا contain oxidized lipomide as prosthetic group. يقول انه هذا الدايهايدروليبويل شبيه ترانسكليز، هذا شبيه هنا، هذا راح يسوي لي عملية الاكسدة. الاكسدة شنو؟ اكسدة جزيئات الليبومايد. الليبومايد هي تركيب داخل البيروفيت. اوكي هنا نجد يقول لي الثيامين دايفوسفيت رياكت with the oxidized lipomide to form acetyl lipomide. زين هذا الداي هيدروليبويل، الداي اللي هو الانزيم، هذا الانزيم شو اسمه داي هيدروليبويل، راح يدخل على جزيئة البيروفيت. ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني ليبومايد. هذا الليبومايد همين راح يرتبط ويا الB1، شلون هذا الفوق، وايش راح يعطيني هنا؟ راح يعطيني اسيتايل ليبومايل. فشوفوا الفوق البايروفيت من ارتبط ويا البايروفيت دي هيدروجينيز نطاني هيدروكسي اثل. اوكي وهذا الهيدروكسي اثل بعدين ارتبط ويا الB1. هنا البايروفيت اوكي من راح يرتبط ويا الانزيم، هنا البايروفيت مالتي من راح يرتبط ويا الانزيم اوكي البايروفيت ايش راح يسوي؟ راح يرتبط ويا الانزيم، هذا الانزيم ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني ليبومايد. هذا الليبومايد بعدين ايش راح يصير بي؟ من يرتبط بالB1 راح يتحول الى اسيتايل ليبومايد. دي يقول لي this subunit form a long flexible arm. دي يقول انه هذه يعني الوحده او هذا الجزء من الانزيم هنا ايش بي؟ راح ينطيني مرونه، نوعا ما راح ينطي مرونه للجزيئه اللي هو جاي دي يسويها. واكو حامض اسمه ليبوليك اسيد، هذا الليبوليك اسيد ايش بي؟ هذا الليبوليك أسيد راح يلعب دور إنه هو يحفز الإنزيمات الباقية، يعني يحفز الديهايدروجينيز والداي هيدروليبويل ديهايدروجينيز. أوكي زين نجي على هذا الداي هيدروليبويل ديهايدروجينيز which is flavobrotein. شنو flavobrotein؟ يعني يحتوي على الفاد. إذا تتذكرون الفاد مرت علينا سابقا من كانت عندنا الكومبلكسات كومبلكس 1 و 2 و 3 و 4، هذا كان موجود بكومبلكس 2. اوكي فهو شنو هذا؟ هذا تيقول الداي هيدروليبويل دي هيدروجينيز ري اوكسيديز، يعني اني مو صارت لي هنا عمليه اكسده، هذا راح يعيد عمليه الاكسده بواسطه منو؟ بواسطه الفات. يعني هذا الليبومايد اللي اني حصلته، اللي حصلته نتيجه الارتباط البايروفيت بالداي هيدروليبويل اوكي راح اعيد اكسدته بالفاد، وراح احول الفاد الى فادل H2، وهذا الفاد ال H2 راح يحول الناد اوكي الى ناد ال H، وهذا كله راح يدخل بالدورة التنفسية. اعيد من جديد، انت عندك انزيمين بايروفيت ارتبط بدايلابايل نطاني لوبومايد، لوبومايد اذا ارتبط ب B1 ينطيني اسيتايل لوبومايد. اوكي اذا اللوبومايد مرتبط ويا البي 1 اذا اعيد اكسدته بواسطه الفاد، فالفاد يتحول الى فاد الاتش، وفاد الاتش 2 العفو يحول لي الناد الى ناد الاتش، وناد الاتش راح يدخل بالدوره التنفسيه. بيقول لكم انه هذا الشكل هنا، هذا الشكل، هذا المخطط ايش دي يسوي هنا عندي؟ هذا المخطط البايروفيت دي هيدروجينيز داي هيدروليبويل، هذه الدوره كامله عندكم تصير. يعني اذا تشوفون هذا الانزيم الاول قلت لكم من البايروفيت مالتي راح يدخل بواسطه البايروفيت دي هيدروجينيز، شوفوا الى شنو راح يتحول هنا؟ هيدروكسي اثل. هذا الجزء من الانزيم الاول، هذا الجزء من الانزيم الثاني، انه الداي هيدروليبويل اذا ارتبط اني عندي بالبايروفيت الى شنو راح يتحول؟ راح يتحول الى الاسيتال
ليبومايد، وهذا الأسيتال ليبومايد بعدين راح يقدر أنه هو يعطيني أسيتال كو اي. وقلت لكم أنه الليبويك أسيد هذا راح يحفز الإنزيمات كلها. الدورة الثالثة اللي هي إعادة الأكسدة اللي هو نفس الليبومايد، أنا إذا أعدت أكسدة بواسطة الدايهيدروليبويل ديهيدروجينيز فهو راح يحول الفاد إلى فاد الأشتو، وبالتالي راح يحول الناد إلى ناد الأتش. أنت إذا تريد تختصر الصفحة الفاتت أقرأ فقط هذا المخطط كلش كافي. أوكي، فعندكم معادلة هنا، شو معادلة التحلل السكري؟ هنا أيضا عندكم معادلة البيروبيت بوجود الناد والكوي يتحول إلى شنو؟ يتحول إلى أسيتايل كوي وناد الأتش وأتش وسي أو تو، لأن إحنا قلنا المحصلة النهائية إنه أنا أحول البيروفيت إلى أسيتايل كو أي، من ذكرتها من المخطط السابق. زين، هذا البيروفيت دي هيدروجينيز اللي هو الإنزيم اللي إحنا قلنا هو يتألف من ثلاث إنزيمات. Do not associated but are channeled from enzyme site to the next. هنا أنا جاي يقول لي هذه الإنزيمات اللي بداخله ما راح تنفصل، لكن راح تنتقل الإنزيمات من مكان إلى آخر، ومن تنتقل من مكان إلى آخر راح تزيد وياها كفاءة التفاعلات وراح تزيد وياها سرعة التفاعل نفسه. زين، أحد عنده أي سؤال أو استفسار إلى الآن؟ إذا ما حد عنده سؤال فحكمل. دي يكون تحت الـ under aerobic، تحت الـ الظروف أو الأكسجين، إحنا كان عندي يتحول البيروفيت إلى أسيتايل كو أي، لكن في حال غاب الأكسجين، أوكي؟ أن أيروبيك، في حال أنا ما عندي أكسجين، هذا شنو معناتها؟ أكسجين ماكو، راح يتحول قلت لكم البيروفيت إلى لاكتيت بواسطة يا إنزيم اللي هو اللاكتيت ديهايدروجينيز. فلاحظوا هناك أن البيروفيت يتحول إلى أسيتايل كو أي بوجود الأكسجين، بينما البيروفيت شو سوى؟ يتحول إلى لاكتيت. This is a true skeletal muscle. هذا دا يقول أنه هو فعلا يصير بالعضلات الهيكلية، وكلكم أنتوا تعانون من اللاكتيت. شلون؟ يعني وقفت لمدة 3 ساعات متتالية أو حتى ساعة واحدة، لبستي كعب وطلعتي تمشي، أوكي؟ وراح إيش راح تقولين؟ رجلي قامت توجعني. شنو هذا الرجلي قامت توجعني؟ هو اللاكتيت، نتيجة لعدم توفير الأكسجين الكافي بحركتنا هاي السريعة أو بالكعب. فايش دي يسوي؟ دي يحول البيروفيت إلى شنو؟ إلى لاكتيت، وهذا اللاكتيت هو اللي دي يسوي الألم. اوكي، يقول انه هذه العمليه هم تحتاج طاقه، يعني انت هم جاي تاخذ طاقه، لكن شنو؟ الاكسجين هنا غائب ما موجود. زين، عمليه التحلل السكري بالكريات الدم الحمر تنتهي باللاكتيت، ليش؟ هذا السؤال مهم. ليش هنا ذكر لي انه التحلل السكري بالكريات الدم الحمر تنتهي باللاكتيت؟ لأن كريات الدم الحمر ما بيها ميتوكوندريا، وإحنا عرفنا أنه تحول البيروفيت إلى أسيتايل كو أي يتم داخل الميتوكوندريا. زين، كريات الدم الحمر تفتقر إلى الميتوكوندريا، ومن تفتقر إلى الميتوكوندريا يعني راح تحول البيروفيت إلى لاكتيت، ومعناته راح يصير بظروف لا هوائية. أوكي، بيقول أنه أني على مود أحل مشكلة الأكسجين، يعني أنا أريد أحل عندي مشكلة الأكسجين. To solve one problem and the glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase reaction a molecule of NAD is consumed and converted in NADH under aerobic condition that is with oxygen available. تقول لي أنا عندي تفاعل، هذا التفاعل هو شنو؟ تحول الناد إلى NADH. أوكي، هذا مثل ما تشوفوا عندكم NAD، اوكي، ده يتحول الى ناد الاتش بوجود يا انزيم هنا، بوجود الانزيم جليسرالدهايد 3-فوسفيت ديهايدروجينيز. زين، يتحول عندي الناد الى ناد الاتش، وكذلك عندي القابليه على انه انا اعيد ناد الاتش واشكل من عنده ناد، يعني شوفوا الناد ده ينطيني ناد الاتش، وكذلك ناد الاتش عنده القابليه على انه هو يخسر الهيدروجين ويرجع مرتلخ الى ناد. هذه شو كده تصير؟ هذه بتعوضني عن غياب الاكسجين. اني بالحاله الاعتياديه
طبعا هو اذا ماكو اكسجين ممكن يؤدي الى خلل كبير. فهنا شنو دا يتوفر اكسجين بطريقه غير مباشره، مو نفس الطريقه اللي موجوده بالميتوكوندريا بحيث كانت بشكل مباشر وسهل، لا هنا دا يتوفر اكسجين على مود يمشي الامور فقط. هذا الاكسجين انا من جاي دا احصله نتيجه لتحول الناد الى ناد الاتش وتحول ناد الاتش الى ناد. Okay, this problem is overcome by reduction of pyruvate to lactate. They يقول إنه هاي الشغلة تصير من يتحول البيروفيت إلى لاكتيت. هسه تقولوا لي هاي نحفظ لكم، لا هاي الدورة التحلل السكري جلوكوز إلى جلوكوز 6 فوسفيت، هذه لا أنت لا تحفظ منها شيء. افهم لي فقط هذا المقطع إنه شنو فائدة الناد والناد الاتش من غياب الأكسجين.